مع تمسكنا بخيار المقاومة وحق شعبنا في المقاومة، ولكن من حق أهلنا علينا أن نعطيهم الفرصة لالتقاط الأنفاس. نحن مع التهدئة بشرط أن تكون متوازنة ومتبادلة ومتكافئة وشاملة، تشمل غزة والضفة الغربية أيضا. نحن اقترحنا على معالي السيد الوزير أن يكون هناك تحركا على المستوى الدولي الآن، بعد أن أبرز الفلسطينيون إيجابية كاملة وواسعة في التعامل مع قضايا التهدئة، أن يجري التحرك مع المجتمع الدولي لتوفير جهود دولية داعمة للجهود المصرية، وبشكل خاص بتأمين قوى حماية دولية للشعب الفلسطيني وقوات دولية ومراقبين دوليين لمراقبة التهدئة مع إسرائيل. نرغب ونريد الوقف الفوري للهولوكوست على شعبنا في غزة ورفع الحصار الظالم، لذلك نرى أن التهدئة الفورية المتبادلة والمتزامنة مهمة جدا لإنقاذ شعبنا من الوحش الصهيوني المتغول.